سؤال يقول: هل يجوز تصنيف الناس بأن هذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا؟ يجوز أن يصنف الناس فيقال هذا مؤمن وهذا كافر، فاليهودي يهودي كافر، والنصراني نصراني كافر، والشيوعي كافر ملحد، أما المسلمون فهم أمة واحدة، لقول الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. ولا يجوز أبدا أن يتفرق المسلمون فيكون هذا تبليغي وهذا سلفي وهذا إخواني وإيش بعد؟ نعم نعم إيش جهادي؟ هذا جهادي وهذا جماعة إسلامية، هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله برأ الرسول منهم، لست منهم في شيء كلهم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ويكون ارتكابا لقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هؤلاء لم يعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، عكس ما أمر الله به وارتكاب لما نهى عنه. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أمتهم، وأن يكونوا أمة واحدة قلبا واحدا. أنا أعتقد لو أنك سألت أي واحد منهم: هل أنت على حق؟ هل أنت تريد الحق؟ الجواب بالإجابة أو بالنفي؟ الجواب بالإجابة، يقول: نعم أنا أعتقد أني على حق وأريد الحق. قلنا: طيب، هل الحق ما تهواه أنت أو ما جاء في الكتاب والسنة؟ نعم، ما جاء في الكتاب والسنة. إذا قال ما أهواه أنا خلاص سلم عليه، ما في خير. إذا قال ما جاء في الكتاب والسنة قلت تفضل. القرآن مملوء من الأمر بالائتلاف وإزالة الخلاف وبيان أنه يجب أن نكون أمة واحدة. كذلك أيضا أنت تقول: إني أريد الحق. طيب تفضل، تعال مع الآخر الذي رميته بأنه مبتدع بأنه ضال، تعال على مائدة البحث والمناقشة. والبحث والمناقشة مع حسن النية لا بد أن يصل الناس فيه إلى نتيجة، إلى نتيجة طيبة. إذا كان النزاع بين الزوجين وإقامة الحكمين إذا أراد إصلاحا ماذا يكون؟ يوفق الله بينهما. كذلك النزاع في الدين أشد وأشد، فما دمنا نريد الحق كلنا الواجب أن نجلس على طاولة المناقشة. طبعا ربما يقولون: أنا لا أرضى أن يناقشني لأنه خصمي. نقول: اختصموا إلى من تثقون به من أهل العلم، لأنه لابد أن يوجد أناس ليسوا من هؤلاء ولا هؤلاء يقولون: نحن أمة مسلمة أمة واحدة، ولا يجوز أن نتفرق، ولا يجوز أن نعادي بعضنا بعضا. وهذا هو الواجب. وإني أقول إن التفرق باللسان اليوم ربما يكون تفرقا بالسنان غدا، نسأل الله العافية. إن ربما يتطور هذا الخلاف ويتوسع حتى يكون قتال، مثل ما وجد فيما سبق وفيما حضر. فالواجب طرح هذا الشيء، وأن نكون أنفسنا من جديد، وأن لا نذهب طاقاتنا بعضنا على بعض. وما أحسن ما كنا نسر به قبل بضع سنوات من اتجاه الشباب إلى وجهة واحدة، لكن مع الأسف أنه كان فيه تفرق الآن. تفرق ينشأ من بعض الكبار، قد يكون الصغار يعني ما في قلوبهم، ليس في قلوبهم شيء، لكن يوغر الصدور بعض الكبار والعياذ بالله، ثم يصبح الناس فوضى. فنصيحتي وأرجو الله سبحانه وتعالى ينفع بها أن نزيل ذلك إطلاقا. نقول: كلنا أمة مسلمة، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. وش الفائدة من أنك تأتي تحيك الشر والبلاء والكيد لأخيك
والله الأعداء أعتقد أنهم يفرحون بهذا كثيرا، يفرحون، يقول الحمد لله بأسهم إيش بينهم، نحن كفينا نبقى متفرجين. مضى 3 دقائق.